السلام عليكم. ترك الفيصل يهاجم الاحتلال ويثير غضب أشكان زي. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. They profess that they want to be friends with Saudi Arabia. And yet all Israeli governments are the last of the Western colonizing powers of the Middle East. From the time of the Balfour Declaration, they have forcibly evicted the inhabitants of Palestine after the 1948 war, as attested to by Israeli historians. They burned the villages of the Palestinians to the ground. They repeated that calumny after the 1967 war, when more of the inhabitants of what remained after the 1948 war were equally dispossessed of their lands. Despite several UN Security Council resolutions rejecting the acquisition of territory by force of arms, all Israeli governments paid no heed to that. هاجم الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودي السابق الاحتلال الإسرائيلي، وصفا إياه بأنه قوة استعمارية غربية. الفيصل وفي مؤتمر حوار المنامة قال إن إسرائيل تقدم نفسها بأنها دولة صغيرة تعاني من تهديد وجودي محاصرة بقتلة متعطشين للدماء يرغبون في القضاء عليها، وثاب. ومع ذلك فإنهم يصرحون برغبتهم في أن يصبحوا أصدقاء مع السعودية. ووصف الفيصل إسرائيل بأنها قوة استعمارية غربية، متحدثا عن إجراءات إسرائيل وتهجير الفلسطينيين قسرا وتدمير القرى. وأضاف الفيصل أن الإسرائيليين يهدمون المنازل كما يشاؤون ويقومون باغتيال من يريدون، وتابع: نحتاج للدب الكبير أي الأمريكيين للدفاع باتجاه عملية السلام. إسرائيل تريد سلام بدون شروط، ونحن نقيل: أزيلوا المستوطنات حتى تثبتوا حسن نواياكم تجاه عملية السلام. وأردف قائلا: أدعو الإسرائيليين إلى أن تقبل يد الممدودة والموافقة على مبادرة السلام العربية، عندها فقط يمكننا التصدي معا لإيران. من جانبه أكد وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكانزي الذي شارك في حوار المنامة عبر تقنية الاتصال المرئي إنه يشعر بالأسف لتصريحات المسؤول السعودي السابق. وكتب أشكانزي بعدها في تغريدة على تويتر: الاتهامات الكاذبة للممثل السعودي في مؤتمر المنامة لا تعكس الحقائق أو روح التغيير التي تمر بها المنطقة. وأضاف: رفضت تصريحاته وأكدت أن عصر إلقاء اللوم قد انتهى، نحن في فجر عصر جديد، عصر السلام. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.